السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ كي دايرين مع الصحاب؟ كي دايرين مع هاد العواشر؟ الله يدخل علينا بالصحة والسلامة، والله يبعد علينا هاد الوباء، والله يجعلنا ديما في أمن وأمان، صحة جيدة احنا وانتوما وجميع المسلمين إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد وصفة زوينة ورائعة، وهي مزيانة البنات اللي ما تزوجوش، البنات اللي كبروا في السن وباقي ما سهلش عليهم الله وباقي ما تزوجوش، سواء كبروا في السن ولا ما كبروش في السن، المهم كيديروا البنات اللي باقي بغاو يتزوجوا. وهي زوينة ومجربة، نتجربوها وعطات مفعول، حيت ما فيها شي حاجة خايبة ولا شي حاجة، فيها غير القرآن الكريم والحنة، كيقولوا دير الحنة يحن عليك الله، وفيها الماء. وهاد الوصفه شنو هي؟ ساهله ماهله، كتجيبي الماء، هاد الماء ماشي الماء ديال الروبيني، هذا الماء ديال الشتا، الماء ديال المطر. فاش كتكون طايحه الشتا، فاش كطيح الشتا كديري شي برمه ولا شي اناء في برا، كتخليه يطيح لي داك الشتا، كتجيبي كويس ديال الماء ديال الشتا. هاد الماء البنات كنعاود لكم ديال الشتا، ماشي ديال الروبيني، ما يكونش ديال الروبيني، مؤكد، هذه كنأكد عليها. والحنه، اما الحنه ديال الباكيه، اما الحنه ديال العبار، الحنه اللي بغيتو، المهم تكون الحنه وصافي. انا هذه اللي لقيت عندي، وزلافه، وزلافه، وسوره الفجر، وسوره الفجر، وسوره الفجر كامله. اش غنديروا؟ غنشدوا سوره الفجر، غنشدوا فيتر بحال هذا. الناس زمان كانوا تيكتبوا بالزعفران، حنا دابا ما عندناش، دابا مع هذا الوقت ديالنا غتاخذوا فيتر كيدوب، كيدوب مع الماء، كيتسمح، ها نتوما كيتسمح، غتبداو تكتبوا والفجر وليالي العشر. المهم سوره الفجر، والشفع والوتر، كتكملوا الصوره كلها في الاناء، كلها الصوره كتكتبوها في الاناء، كتكتبوا الصوره كلها في الاناء. انا خاصني الوقت دابا باش نكتبها، غير ناخذ الوقت طويل، فهمتوا؟ غتكتبوا الصوره كلها في الاناء حتى تكملوها، تبداو بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهوا بصدق الله العظيم. المهم تكتبوها كلها بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر، وتكملوها كاملة البنات، تكملوها كلها في السلافة. ملي غتسالوا الكتبة طبعا، انا دابا ما خاصني الوقت باش نكتبها بزاف، غنبقى خاصني شحال ديال الوقت باش نكتبها. المهم انا وريتكم كتكتبوا سورة الفجر كاملة في السلافة اللي وريتكم، كتشدوا الحنة، تاخذوا جوج معلقة ديال الحنة ولا ثلاثة ديال المعلقة ديال الحنة ولا ربعة على حساب، كديروا الحنة في ديك الزلافة اللي كتبتوا فيها سورة الفجر، سورة الفجر كاملة بحال هكا، كتشدوا ديك الحنة على حساب اللي غيقدكم الحنة ديال يديكم. غيقدكم ديال الحنة كتوزعوا على الزلافة بحال هكا، بحال هكا، وكتاخذوا ماء المطر. البنات كنعاودها ونقول هذا الماء ديال الشتا، الماء ديال سيدي ربي اللي كيطيح من الشتا، فاش كيكون الشتا كتحطوا شي زلافة برا في الشرجيم ولا شي طاسة ولا شي اناء، المهم شي اناء كتحطوه برا فاش يكون الشتا، كتهزوا منه كاس، ماشي الماء ديال الروبيني. ايوا كتخوت بسم الله، كتخو هذاك الماء ديال المطر في ديك السلافه، وكتبقاو تخلطوا بحال هكا، اما بمعلقه اما بيديكم باش ما بغيتوا، كتخلطوا حتى كتسمح هذيك الكتبه كلها، هذيك الكتبه اللي ديك الصوره ديال الفجر كتسمح كلها في ديك الكتبه. كتبقاو تحركوا البنات، هاد الطريقه البنات مجربه،
مجربة والناس ديال زمان كانوا تيديروها، والناس اللي كانوا تيديروها دوك الناس اللي بحال دوك الفقهاء ديال بكري والأئمة اللي كانوا بكري، ماشي الفقهاء المشعوذين، ما تهضرش على المشعوذين، الناس اللي كانوا ديال الحكمة وديال القرآن ديال زمان كانوا تيديروها لبناتهم وداك الشيء، فهمتوا؟ وكان تيجيب الله تيسير على ودها، حيت هي شنو فيها غير القرآن اللي هو كلام الله، والحنة اللي هي مادة طبيعية تنقولوا ديال الحنة باش يحن عليك الله، كنديروها في المناسبات اللي هي زوينة، اي مناسبة ضروري كندير فيها الحنة ديالنا، والماء ديال الشتا، الماء ديال المطر ماشي ديال الروبيني، ماشي ديال الروبيني، المهم كتخلطوها وكديروها ليديكم البنات، كتطلعها ليديك كاملة، كطلعها ليديك مزيان، كطلعها نيت نيت ليديك نيت، كطلعها ليديك مزيان البنات بحال كي كنديرو، بحال اللي كانوا كيديروا العيالات ديال بكري، بحال هكا كانوا تيديروا، كطلع ليدك مزيان وكتخليها حتى كتنشف وكتغسليها، ما تغسليهاش في الطواليط، تغسليها في شي جبانيه اخويا على شي ربيعه شي محيبق، غسليها في شي بانيو خويا على شي محباق ولا شي حاجه، ومره مره ديريها، ديريها اليوم عاودي ديريها غدا نفس هذاك الشيء، هذيك الزلافه كتعاودي ديريها اليوم وتعاودي ديريها غدا وتعاوديها، وغسليها في شي زلافه، غسليها في شي اناء اخويا على شي محيبق ولا شي ربيعه ولا شي حاجه، وجربوا البنات هذه راه مجربه 100%، والله يجيب التيسير لكل واحد، والله يسخر لكل وحده، والله يدير اللي فيها الخير لكل واحد، اللي فيها الخير الله يأتينا بها، وشكرا البنات على تتبعكم الوصفات ديولي، والمرجو عمل لايك، ديروا لي لايك واشتراك، والى اللقاء في فرصة ثانية ان شاء الله.